كان في الرحلة ما في شيء سهل، كان كل شيء صعب. وكان أصعب شيء لما عبرنا البحر ووصلنا إلى اليونان. أول ما وصلنا اليونان ارتحنا نفسيا معنويا كل شيء. كنت أعتقد أني خلاص بموت، قلت خلاص يعني خلاص انتهت هنا مشوار الحياة، وكنت أعتقد أني سوف أموت. چون همه با هم دق نمیاره، با دوستا بازی میکنه، درس میخونه. موریا کس ششته ای دیجه من سلطه علی بابا اولین برگاه